أحسن الله إليكم، هناك امرأة اشترت لعبة أطفال من محل ولم تسدد الثمن كاملا، ومع إهمال من هذه المرأة مرت عليها فترة ثم رحل صاحب هذه اللعبة وانتقل إلى محل آخر، فتسأل ماذا يلزمها الآن علما بأنها لا تعلم أين ذهب في مكانه الجديد، وسبب الإهمال تقولها النسيان، والثمن الباقي حوالي 20 ريال. الآن هي نادمة، ماذا تفعل في هذا المبلغ؟ عليها أن تبحث عن صاحبها، تسأل عنه، تدقق السؤال عنه، فإذا تعذر العثور عليه بعد السؤال وبعد البحث فإنها تتصدق هذه الدراهم على نية أن أجرها لصاحبها وهي تتخلص منها. نعم.